السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الديسير اللي هو عباره عن باناكوتا بالخوخ، ومعاه غادي نديرو دي بروشيت بالصوص زوينه كتعطي واحد البنه زوينه بزاف، ومعاه غادي نقدمو الروز سوتي. نبداو بالباناكوتا. الباناكوتا عندنا الحليب ولا كريم، كنديرو قد الحليب قد لا كريم. درنا نسيترو ديال الحليب ونسيتر ديال لا كريم، كنديرو معاه 5 ديال الوراق ديال الجيلاتين، معاها 100 غرام ديال السميده. والخوخ غادي نسوطوه بالزبده، يعني الباناكوتا هادشي اللي فيها الحليب لا كريم السكر وعندنا الجيلاتين. احنا دابا ان شاء الله غادي نخدمو غير بنص ديال الكميه، غادي نديرو فيها جوج ورقات ونص ديال الجيلاتين و 50 غرام ديال السكر. نبداو نديرو، درنا الحليب، حنا نبقاو شادين العبار بلا طراز ديال الحليب، العبار نفس الكمية. نشعلو البوطة ديالنا، ندير الوراق ديال الجيلاتين كيما باش يطلقو، غادي نديرو الزبدة باش نسوطيو فيها الخوخ ديالنا. نخليو الزبدة حتى تسخن وغادي نعسلو فيها الخوخ مع شوية ديال السكر. الخوخ غادي ندير معاه شوية ديال السكر، غادي نخليو الخوخ ديالنا يتعسل على خاطرو. هنا غادي نديرو 50 غرام ديال السكر، غنزيدو عليها الجيلاتين ديالنا، أو الورق ديال الجيلاتين دغيا كيطلق. غادي نبقاو نحركو، الوقت اللي غادي يذوب لينا السكر وورق الجيلاتين ويسخن الخليط ديالنا غادي نحطوه يبرد. نتلاقاو من بعد ما يوجد الخليط ديالنا وتعسل لينا الخوخ. دابا الديسير ديالنا راه وجد، انا حاطو كيبرد، غادي نوجدو الدجاج ومن بعد نكملوه معكم. الدجاج خاصنا ستر ديال الدجاج مقطع، فالصوص ديالو غادي خصنا الموطارد، الصوجة، الحامض، سكينجبير طري، والثومة، والملح والبزار بالطبع.
غادي نديرو الروز بعدا هو الاول يتسلق. ندير الصوجة، الصوجة راه كتكون مالحة، ردوا معاها البال باش مديروش الملح بزاف. عصير ديال الحامض، ثومة وسكينجبير طري، غادي نديرو جوج معالق ديال المطر، شوية ديال زيت العود، البزار، الملح كيف ما قلت لكم ردوا معاها البال. وغادي نخلطوا كل شيء، غادي نحاول نخلطوا كل شيء. هو الدجاج كيف ما كتعرفوا كل ما كان مرقد بزاف كل ما مزيان، هو اقل وقت هو جوج سوايع، ولكن من الاحسن انه يبات في هاد الترقيده ديالو. ها هو الريحه ديالو كتجي زوينه بزاف، وكيدخلوا الطياب، وحتى الصوص ملي كتدخلوا كتجي بنينه بزاف. بهاد الصوص هادي تقدروا اما تشويوه اما تدخلوه الفران. انا اليوم غادي ندخلو الفران. دابا غادي نبدا نعمر في لي بروشيت ديالي. انا لي بروشيت رقدتهم في الماء باش الوقت اللي يدخلوا الفران ما يتحرقوش، وغادي ندير معاهم حتى الفلفله. انا الفلفله عندي غير خضره هي اللي لقيتها غادي نخدم بها. نتوما بغيتو ديروا الفلفله باللون كتجي احسن. كنشوف بهاد الطريقة هادي، كنبقاو غاديين بحال ما هكايا حتى كنساليو لي بروشيت ديالنا كاملين كنعمروهم. لي بروشيت ديالنا هما ساليناهم في العمارة، غادي نستشفوهم في اللاطة، نحاولو نخالفوهم. كيجيو لذاذ بزاف وكيجيو طيبين مزيان، حتى الطياب كيجي داخلهم مزيان. هاد الصوص ديالنا حتى هي كنحاولو منضيعوهاش، غادي نحطوها من الفوق. كنجيبو هادا حتى هو ونزحمو مزيان، غادي ندخلو اللاطة ديالنا للفران ونوجدو معاكم الروز. دابا غادي نبداو في الروز ديالنا. عدنا الروز، البصلة والثومة، شوية ديال الزبدة، الشامبينيو نوار. ما بغيتش ندير الشامبينيو ندير البواطا، بغيت ندير هذا كيجي زوين مع الروز بيض، وهو بحال كيجي زوين بزاف. غادي نبداو، ندير
رز بيضاف، خلوها تطيب شويه باش نتشحروا فيها. نديرو الثومه والبصله ونخافو معايا، نخليهم غير شويه يطيحو، وغادي ندير معاهم الشامبيون. ملي طاحت البصله ديالنا شويه غادي نديرو معها الشامبينيون. الشامبينيون درناه في الماء سخون، قطعناه طريفات صغار، نديرو الروز. الروز مصلحناش بزاف حيت غادي نخليوه يطيب شويه هنايا، كيما كتشوفو اللون ديال الشامبينيون مع الروز كيفاش كيجي، حتى البنة ديالو كتجي زوينة بزاف. كنخليو الروز دابا كيطيب مع الشامبينيون والبصلة. هاهو ملي كيوجد الخوخ ديالنا كنديروه لتحت ديال الكاس كيف كتشوفو، كنزيدو عليه الخليط اللي عندنا، كنخليو واحد جوج سوايع في الثلاجة الوقت اللي كتشد، وكنزوقوه كيف ما بغينا الطروفة ديال الخوخ من الفوق بالصحة والراحة. الباناكوتا ديالنا هي وجدات من بعد ما حطيناها في الثلاجة واحد جوج سوايع. البروشيت ديالنا حتى هما كيجيو زوينين بزاف وناشفين. الروز ديالنا هو مع الشامبينيون نوار. نتمنى تجربوا هاد الوصفة وتعجبكم. بالصحة والراحة، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.